أحسن الله إليكم. تقول: لدي ساعة مستعملة، أردت أن أبيعها على محل لبيع الساعات وأستبدل من هذا المحل ساعة جديدة عوضا عنها من نوع آخر. فقال لي صاحب المحل: نبيعك إحدى هذه الساعات ب3000 ريال ونأخذ ساعتك عن 1000 ريال وتدفع 2000 ريال، فهل هذا البيع ربا؟ هذا ليس بربا، لأن الساعة ليست من الذهب والفضة، إنما الربا في الذهب والفضة. أما الساعة المصنوعة من غير الذهب والفضة للنساء فلا بأس ببيعها بساعة أخرى مع زيادة، نعم، أو نقص.